السلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو غادي نقدم مع بعضياتنا واحد دي اي واي بين قوسين. غادي نصايبوا واحد الغيبون ولا واحد سينتا اللي غادي نكتبوا فيها هابي بيرثدي باش نزينوا بها البوفي او الطاوله او المكان ديال العيد ديال الميلاد، بما اننا كنحضروا لانيفرسير ديال بنت اختي. دونك قلت علاش لا ما نصايبهاش بيدي، شي حاجه زوينه، شي حاجه سهله، وفي نفس الوقت كتختاري انتيا واحد الالوان اللي بغيتي، واحد الشكل اللي بغيتي. المهم باش ما نطولش عليكم، هنايا كيف كتشوفوا غادي نحتاج عندي هنايا بابي كونسون او ورق مقوى في الالوان. هنا عندي في الغوز، كاين في البلو، وكاين حتى في الصفر او الموتارد. وعندي هنايا هاد اللعيبات هادو كنديروا فيهم لي كاطو او الحلوى، كتباع عند مالي الحلوى ومالي البوفي، كاينين موجودين كيجيو على الشكل هذا. هانتوما كيكونوا باكيه، كيكون فيها بزاف، يعني الا خديتوها راه غادي تستافدوا منها بزاف. المهم هادو غنحتاجوهم. غنحتاج ستيلو او قلم، غنحتاج هاد الورق، هاد الورق البنات كيكون هكا كيجي على هاد الشكل فيه الالوان. كاين هذا هو اللي خدمت به الصراحه، نوريكم شنو درت به. غنحتاج لصاق يوهو مقص طبعا، وعندي هنايا واحد باكي ديال الغيبو او ديال السينتا. وغنرجع لكم، نرجع معكم لهادو، هاد لي لاتخ هادو اللي صايبتهم بيدي، يعني رسمتهم في ورقه، رسمتهم في هاد الورق هذا. نجبدو لكم ونوريكم الشكل ديالو. رسمت فيه هاد الحروف هادو على شكل هابي بيرثدي، يعني خديت الحروف ديال هاد الكلمات ورسمتهم، رسمتهم وقطعتهم فينيتهم على هذا الشكل هذا. نتوما ها الاش بي، ما عندك شي، نتوما تي وقطعتهم بالمقص وصافي. دابا غادي نكمل الخدمه، ومهم خليكم معايا باش تشوفوا كيفاش غنصايب هاد الزينه هادي. المهم البنات دابا غادي نبدا نخدم هاد السينتاري ديالي. اول حاجه هنا غادي ناخد الورق المقوى، يعني غتاخدوا اي لون نتوما كتفضلوا. انا هنا عندي هذا في الغوز، غنبدا به، يعني غنخلط شويه الالوان ولكن غنبدا بالغوز. وغادي ناخد هاد الورق هذا، غنحطو هكذا على الورق المقوى، وغادي نحاول نتراسي واحد السيركل شويه يكون كبر منه. هنا باش تتراسيو هاد السيركل هذا وهاد الدائره هادي باش تجيكم مقاده، حاولوا تراسيو بشي حاجه، يعني تقلبوا على شي حاجه تكون كبر من هادي غير واحد شي شويه، وتبداو تراسيو. انا قلبت صراحه، قلبت حتى عييت وبانت ليا واحد الغلاقه ديال واحد البواطه في الكوزينه، و جاتني هي هذيك في القياس، وصافي جات غير كبر منها واحد شي شويه من هنايا، وبديت كنتراسي. صافي يلا نبداو ان شاء الله. المهم نكمل الرسم ديال هاد الدوائر ونرجع لكم. دابا البنات بعد ما قطعنا الورق المقوى على هاد الشكل هذا، هانتوما راه قياس واحد. دابا شنو غادي نديرو؟ غناخد هاد الورق هذا ديال الحلوى، وغادي ناخد يوهي، غنلصق هاد الورقه هادي في دائره وحده، غندير ايه هنايا وغنلصقو هاد الشكل هذا، نحاول نجيبو الوسط، يكون وسط الدائره، غيجيني على هاد الشكل هذا. المهم انا غادي نخدم هاد لي سيركل كاملين اللي عندي اللي قطعت، وهانتوما معايا. Thank you.
تحسي فيه. الناس دابا شنو غادي ندير؟ غناخد دائرة على هذا الشكل هذا، هانتوما غادي نبدا نطراسي هنايا الوسط من هاد الجهة، ندير واحد النقطة كنعلمها هكذا، كنجي بالجهة المقابلة ديالها يعني اونفاس معها من الجهة الأخرى، وكنعاود ندير نقطة هكا كنطراسي كنعلمها. شنو كندير؟ كناخد هنايا مقص، ندير هنايا مقص، وغادي ندير واحد التقيبة هكذا على هاد الشكل هذا، تقيبة صغيرة بحال هاد الشكل هانتوما، كذلك من الجهة المقابلة ديالها غادي ندير تقيبة. على هاد الشكل هذا هانتوما صافي، غنستمر على هاد الشكل هذا كامل ونكملو. هانتوما البنات كيف كتشوفو خدينا السينتا، مباشرة دابا غادي نبدا ندخلها في هاد التقيبات. اول حاجة غادي تاخدو اول حرف وغادخلو هو الاولاني من هاد الجهة، وغتبداو تسربوه من هنايا وهكذا، يعني نبداو ندخلو قرص بقرص على هاد الشكل هذا بحال هكا. نخرجوه من هنا، ندخلوه من هاد الثقب الاول ونخرجوه من الثقب الثاني من اللور، يعني الخيط يدوز من اللور، وغادي نعاودو ندخلوه في القرص الموالي هو هذا، من هنا من الفوق كتدخلوه من الفوق من هنا، نتوما كتشوفوا معانا الشكل. بحال هكذا كتدخليه من الفوق وكتخرجيه للور، وكتعاودي تدخليه من اللور وتخرجيه من القدام هكذا، باش تبقى السينتا دائما اللور ما تجيش كتبان من القدام. صافي كتستمر على هذا الشكل هذا حتى كدوزي كاع الاقراص، كتبعي غير ديك الحروف اللي عندك حتى كتكملي الغيبون ديالك، ونتلاقاو في الاخير الشكل النهائي ديالو كيفاش تيجي. تبعوا معنا الفيديو حتى الاخير. Ba 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 ba
اذا البنات كما كتشوفوا اذا البنات كيف كتشوفوا، هذه هي النتيجه النهائيه ديال العمل اللي خدمناه اليوم، تجي رائعه. هاد السينت هذه وهاد الغيبان هذا اللي كيتلصق في الحيط بمناسبه عيد الميلاد، تقدروا ديروا اي كلمات نتوما كتفضلوا، تقدروا ديروا الاسم ديال المولود او اي حاجه نتوما كتفضلوها. المهم كتبقى واحد الحاجه زوينه صايبتوها بيديكم وكتعطي واحد المنظر جد رائع، زوين 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 بزاف صراحه. بحال هادو ما غاديش تلقاوهم هكا كيتباعوا، يعني كتبدعوا نتوما، كتبدعوا كديروا اللمسه ديالكم اليدويه، وكتبقى شي حاجه سبيسيال انكم تخدموا شي حاجه بيديكم، كتبقى شي حاجه زوينه ورائعه راقيه جدا. انتما كما كتشوفوا كتجي زوينه زوينه بزاف، كتلصقوها في الحائط او تحت الطاوله ديال البوفي، كتجي زوينه بزاف باسهل الوسائل، يعني شي حاجه سهله بزاف سهله، وغير ما كتبقى غير مكلفه. والاهم من هذا انكم كتخدموا شي حاجه زوينه بيديكم. المهم كنتمنى يكون هاد العمل هذا عجبكم، الى عجبكم خليوا لي واحد لايك كبيره 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 في الفيديو، وخليوا لي تعليق ما تنساوش طبعا، وشاركوا في القناه، ضغطوا على ديك الزر الاحمر وفعلوا الجرس باش هكذا يوصلكم فيديوهاتي في الحين. بيزو كبيرة لكم، سلام عليكم.